ولمتابعة أيضا تنضم إلينا من بيروت ليلى خليل مراسلة الغد. ليلى، هل لك أن تضعينا في الصورة اليوم؟ يعني اليوم كان مخصص اليوم لجمعة الغضب، جمعة رفض قرار الوزير الذي يستمر بحملته وقراره بإغلاق وملاحقة اليد العاملة الفلسطينية. المخيمات اليوم خرجت في تظاهرات وتحركات ووقفات منددة بهذا القرار في كل مخيمات لبنان، في بيروت، في الجنوب والشمال أيضا خرج أبناء المخيمات، ولكن داخل المخيمات لم يكن هناك مسيرات خارج المخيمات. بعض المخيمات أقفلت نهائيا، لم يسمح لأحد بالدخول أو الخروج إليها. استمعنا إلى كلمات والشعارات التي رددها وحملها وكررها أيضا الشباب بضرورة أن يتراجع الوزير، وزير العمل، عن قراره أن لا تمس الحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني، وأن لا يعتبر هذا اللاجئ الذي تستمر معاناته من 71 عاما حتى اليوم، أن تزيد هذه المعاناة فوق المعاناة، أن تطال قرارات الوزير الحل أو الشيء الوحيد الذي تبقى أمام الفلسطيني ألا وهو حق العمل. أيضا أشير سهام إلى أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق تحدث إلينا وأكد أنه استمع إلى كلام إيجابي جدا من رئيس الحكومة بعد لقائه. ومكتب حماس كان يعني المكتب السياسي لحركة حماس طلب أيضا لقاء من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن حتى الساعة لم يلتقي الرئيس بري نظرا لوجود جلسة لمجلس النواب، جلسة تشريعية. ولكن هناك تأكيدات بأن رئيس الحكومة سعد الحريري أكد أمام وفد حماس بأن الأمور أصبحت، هذا الملف أصبح في مجلس الوزراء، وعاهد حركة حماس بأن يتولى مجلس الوزراء إدارة هذا الملف، وليس فقط أن لا يبقى هذا الملف عند وزير العمل. أبناء المخيمات ينتظرون أن يتراجع وزير العمل أو أقله أن يصدر بيان يؤكد ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري لكي تتوقف هذه التحركات، لكن الآن التحركات هي مستمرة. أبناء المخيمات هم دائما بتحركات ووقفات احتجاجية مستمرة إلى حين تراجع وزير العمل عن قراره. سوف نتابع معك كل جديد. ليلى خليل مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك، كنت معي من بيروت.